مساء السعادة على حضراتكم، وكل سنة وانتم بألف خير. رمضان كريم. للأسف كنت مفتقداكم في الـ15 يوم الأولانيين من رمضان، لكن بفضل الله وكرمه إن شاء الله هكون معاكم في الـ15 يوم الجايين من الشهر الكريم. طيب ليه هكون معاكم؟ لأني حسيت إن في حاجات كتير جدا عايزة أقولها وأحكيها، في حاجات عايزين نتكلم فيها، عايزين كلنا نعيش في استقرار، كلنا عايزين نعيش في رضا ربنا، وكلنا عايزين نعيش في رزق، لأن رمضان شهر الخير، الشهر اللي كلنا فيه بنكثف جهودنا قد ما نقدر عشان وجهك الكريم يا رب، وعشان تقبلنا يا رب العالمين. النهاردة عايزة أحكي لكم وأقول لكم قصة عجبتني قوي قوي قوي، وهي دي اللي هتكون مدخلي النهاردة، واللي بيها هتتعلموا حاجات كتير قوي خاصة مع أولادكم، لأن الجيل الجديد دايما بنقول الطرف زيادة بيوصلنا للتلف. يعني ايه؟ يعني كل ما بنلبي لولادنا احتياجاتهم ممكن يكون ده اول سبب رئيسي في فسادهم، واول سبب رئيسي في ان هم حياتهم تبوظ وما نعرفش نصلحها. احنا يمكن نختلف عن ولادنا والجيل الجديد ان الحاجات ما كانتش مباحة طول الوقت، ومش كل حاجة ولا كل الامكانيات كانت متاحة، لكن احنا قتلنا في ولادنا الاحلام لما وفرنا لهم كل حاجة خليناهم ما يعرفوش يحلموا. زي قصة شاب معايا النهاردة، شاب مستهتر جدا، في منه كتير جدا، في ابهات وامهات كتير بيقولوا ليه احنا مش مخلينك عايزين حاجة عشان توصل للمستوى ده او الاستهتار ده. والشاب اللي معانا النهاردة شاب مستهتر، شاب ما يعرفش يعني ايه مسؤوليه، لانه من وهو صغير مولوده في بقه معلقه ذهب، بيقول انا كان اخر حاجه افكر فيها هي الفلوس، لان والدي معاه فلوس لا تعد ولا تحصى، فلوس كتير جدا. كنت اكتر احلامي وطموحاتي امتى هغير العربيه، والعربيه اللي تقعد معايا سنه تبقى طولت معايا. كنت اي موبايل جديد بينزل بجيبه فورا، في الصيف بكون في الساحل، وفي الشتاء احيانا بسافر بره مصر. حياه شباب كتير جدا بيتمنوها. ما كنتش فاهم معاناة الناس، ما كنتش فاهم الناس ممكن يكونوا حاسين بإيه. كنت بسمع عن الناس اللي ممكن ما يبقوش لاقيين ياكلوا أو يناموا من غير عشاء، كنت فاكر إن ده كلام وخلاص، ده مش موجود، هو في حاجة كده؟ لحد ما أبويا في يوم من الأيام عرفني إن جدي خلاص جاي من السفر وهيستقر، وأنا ما كنتش بحب جدي قوي، لأن من صغري وأمي عارفة ومعرفاني ان جدي شديد قوي، وان طول الوقت بينتقد تصرفاتي وتصرفات امي عشان هي موافقاني. اول ما سمعنا ان جدي هيستقر اتضايقت جدا، وقلت له يعني ايه؟ قال لي يعني من هنا ورايح جدك اللي هيمسك الشغل كله، وكمان عايزك معاه. قلت له يعني انا هنزل مع جدي الشغل؟ قال لي ايوه هتنزل، وغير كده مش هيكون ليك ولا مليم. ساعتها قلت له طب انا عايزه اغير العربيه. قال لي مش وقته خالص اللي انت بتقوله ده، وجدك لما يجي عايزك من الصبح تكون معاه. طبعا انا ما بقتش طايق نفسي، اصلا انا عارف جدي لما يجي هيكرهني في عيشتي، هيفضل يقولي في اوامر وينتقدني كتير جدا، اصله دايما يقولي ان انا ابن امي ومش عاجبه تربيه امي. وفعلا رحت لجدي، من اول ما دخلته هو عمال يقول لي في حد ينام للظهر يا بيه، هو انت امتى هتحس بالمسؤوليه؟ قلت له ماشي يا جدي اتفضل، ايه المطلوب؟ قال لي المطلوب انك من هنا ورايح هتكون موجود زيك زي اي موظف في الشركه، وهتبقى موجود بمواعيد ثابته. قلت له حاضر. قال لي وكمان مش بس كده، ساعات هتطلع بره وهتشتغل زي ما انا اقول لك بالظبط. قلت له ماشي، بس انا عايزه اغير العربيه. قال لي مش وقتك خالص ولا وقت الكلام ده. المهم اني اشتغلت معاه اسبوع في اتنين في تلاته، ولا انا طايقه ولا هو طايقني، لحد ما لقيته بيندهلي وبيقول لي تصور شغلك عجبني ولقيتك انك مجتهد، وعشان كده نويت ان كافئك وخليك تغير العربيه. ساعتها ما بقتش مصدق، يعني جدي تحول كده فجاه بقى فعلا هيخليني غير العربيه؟ قلت له ربنا يخليك يا جدي، شكرا جدا. قال لي بس في شرط، لو نفذته وعملته فورا هخليك تغير العربيه، والمبلغ اللي انت عايزه هصرفه لك. قلت له انا تحت امرك. قال لي هتسافر مع المدير المسؤول هنا في الشركة لقرية اسمها قرية فقيرة، هتسافر لأن في حالات معينة هنساعدها وانت لازم تكون موجود. قلت له حاضر يا جدي، بسيطة. كنت الأول مستغرب، وقرية ايه اللي أنا روحها وفي قرية اسمها قرية فقيرة؟ هي يعني ايه قرية دي؟ يعني في ناس عايشين عيشة غريبة، عيشة فيها جوع وفقر، مش دول بنشوفهم في التلفزيون؟ هو في منهم في الحقيقة؟ المهم قلت له ماشي، ورحت فعلا مع مدير الشركة. وأول ما رحت القرية شفت مناظر عمري ما كنت أتخيلها، شفت ولاد ماشيين من غير شباشب في رجليهم، وفي وشوشهم ضحكة أنا استغربتها، شفت حاجات غريبة،
شفت ست عجوزه بتملى ميه من حنفيه عموميه. ساعتها رحت لها وقلت لها انت بتملي من هنا ليه يا حاجه؟ قالت لي يا ابني احنا ما عندناش ميه ولازم اقف الطابور عشان املى ميه، والحمد لله ان جه دوري. قلت للمدير في ثواني لازم تعمل لها، اعتبرها حاله من الحالات اللي معانا، وفورا ساعدها واعمل لها ودخل لها الميه في بيتها. لقيت فرحه غريبه في الست انا ما كنتش اتخيلها، لقيتها بتبكي من الفرحه وبتدعي لي دعاء عمري ما سمعته، ولقيته بيقول لي، لقيتها بتقول لي انا بجد يا ابني مش لاقيه كلام اقوله لك، وبتدعي بتدعي بتدعي وانا مش عارف هي كل ده ليه، دي انا عايزه بس ادخل لها ميه. المهم ان انا مشيت، وبعد شويه لقيت راجل تاني للاسف عنده بتر في رجله وقاعد وحواليه ولاده، وولاده بيلعبوا حواليه بمنتهى السعاده، وهو فيه في وشه رضا عمري ما شفته في حياتي. قلت له انت قاعد كده ليه؟ قال لي انا قاعد يا ابني عشان انا حصل لي بتر في رجلي، ومن ساعتها وانا مش عارف اشتغل ايه ولا اعمل ايه، ده غير ان بيتي من غير سقف ونفسي يكون ربنا كرمني واعمل سقف. قلت للمدير فورا اعمل له سقف، ودي الحاله الثانيه اللي احنا هنساعدها. طبعا كان المدير بيسجل ورايا وقال لي حاضر كل اللي حضرتك تؤمر بيه، بس ما عندكش غير حاله واحده اللي باقيه لان جدك مكلفنا بثلاث حالات بس. قلت له ما فيش مشكله، وقلت له اعمل له كمان كشك مع السقف عشان يبقى ليه مورد رزق. واحنا ماشيين لقينا ست لابسه اسود في اسود وعينيها مرغرغه. قلت لها مالك يا ست؟ اطلبي شوفي انت عايزه ايه. ردت وقالت لي هو انت مين يا جدع انت عشان اطلب منك؟ قلت لها انا مش قصدي، انا عايزه اساعدك، انا عايزه اقدم لك اي حاجه. قالت لي انا كل اللي طالباه منك انك انت تساعدني وتقول لي اعمل ايه في الوصولات الامانه اللي معايا، انا عليا وصولات امانه كتير ومش عارف اتصرف فيها. قلت لها طيب قولي لي هو قد ايه المبلغ؟ لقيتها بتقول لي رقم كبير جدا، ولقيت المدير بيقول لي مش مسموح بالرقم ده، ناقص لنا حاله واحده ولازم تكون مساعدتها بسيطه. ساعتها ما بقتش عارف اتصرف ازاي، كلمت جدي وقلت انا اول ما اقول له هيقول لي فورا ادفع ولا يهمك. قلت له يا جدي دي ست تعبانه قوي وزعلانه قوي وشقيانه قوي، واحنا لو ساعدناها هنكسب ثواب كبير. لكن جدي فاجئني وقال لي مش مسموح لك تساعد غير بمبلغ معين، ولو انت حابب تساعد تقدر تساعد من فلوس عربيتك اللي انت ناوي تغيرها، انا ما عنديش مانع، الفلوس هتبقى تحت امرك، لكن احنا مسموح لنا بمبلغ معين. ساعتها قعدت افكر اساعد فعلا الست دي بالمبلغ اللي معايا ولا اعمل ايه؟ افكر في نفسي انا اساسا كانت حياتي كلها غلط، كان كل اللي بفكر فيه اكل ازاي واشرب ايه وهخرج مع مين وهروح فين والعربيه هغيرها امتى واني موبايل هجيبه. عمري ما كنت اتخيل ابدا ان انا اجي مكان زي ده واشوف وشوش ناس زي دي واشوف حياتهم بالطريقه دي، ورغم ذلك عندهم عفه وكرامه وعزه نفس وبيعرفوا يضحكوا ويتبسطوا رغم انهم عايشين باقل اقل القليل. عشان كده اندفعت وقلت لجدي انا هساعدها يا جدي، وهاخد من الفلوس اللي انت ناوي تديها لي وهسدد لها كل المبالغ اللي عليها عشان تعرف تعيش من غير ما يكون حد بيطاردها او تسيب عيالها وتتسجن لا قدر الله. ساعتها جدي قال لي انت حر، وفعلا خدت القرار وسددت لها كل الوصولات الامانه عشان تعرف تعيش حياتها. ومن اليوم ده حياتي اتغيرت. يمكن جدي كان قاصد ان اروح القريه دي عشان حياتي تتغير، يمكن جدي علمني اللي امي وابويا قعدوا عمرهم كله ما عرفوش يعلموهوني. جدي علمني درس عمري، علمني ان ما يستحقش الحياه اللي يعيش لنفسه، علمني متعه العطاء، علمني ان الحب بجد والخير بجد والمتعه الحقيقيه في انك تدي اكتر ما تاخد. انا ياما خدت بس استمتعت باللحظات اللي قضيتها وانا بدي استمتاع ملوش حدود. عشان كده النهارده هنتكلم عن متعه العطاء، ومعايا ومشرفني الشيخ كارم ممدوح اللي هيعلمنا متعه العطاء ويعرفنا ازاي ندي ونفرح بجد من غير ما نحس بانانيه ومن غير ما نتعود ان احنا ناخد وبس، لازم ندي عشان نحس بالسعاده الحقيقيه.